الانذار الثاني والطرد شيء عادي وخرج. غنمشيو للقسم الوطني الثاني ومباراة رشاد البنوسي ضد اتحاد أتمارة لان فيها جوج حالات، الحاله ديال الاصابه اللي رفضها كذلك فيها عمليه ديال التسلل، تلاحظ بانه رفض الحكم المساعد الاول في اول وهله قبل ان يحسبها من جديد الحكم الرئيسي وضرب الجزاء اللي هي القطفه مباشره للمرمى. هنا غادي تشوف بان كاين الحكم المساعد اعلن على كاين التسلل، ولكن الحكم تسحب منين مشى 16 معاه، وفي الاول رفضوا ولكن منين مشى 16 وتاكد من العمليه رجع وقبل الاصابه لانه عنده الحق، عنده الحق نفسه. علاش؟ لانه غادي تشوف بانه اللي مشى لها بالراس ديالو المدافع هو اللي مشى، هو اللي هو ضربها وطاح للارض. غادي تشوفهم اللاعبين ها هو اللي بقى ساقط في الارض، هذاك راه مدافع ديال الفرقه الاخرى، هو اللي مشى لها بالراس ديالو وغير الاتجاه، واللاعبين الاخرين المهاجمين ما كانوش مأثرين بحال العمليه ديال الجيش. والحكم المساعد زرب هز الرايه، والحكم الساحه شاف اللقطه بانه كان شد 16 مع الحكم المساعد ديالو، والقرار تيرجع للحكم الرئيسي عنده الحق لانه هو كان مأكد، والقرار ديال الحكم الساحه كان على صواب لانه قطفه مباشره. نشوفوا ضربه الجزاء اللي يعني الحكم لرشاد البرنوسي غتكون هذه اخر لقطه، واحد اللقطه هي لقطه شويه سريعه جايه بالجن. ما تشوفوا اللاعب هنا ها هو هنا ديال دخل، كاين العرقله هنا الا شفتي المدافع مشى بالرجل ديالو، وهنا كاين هنا كاين ضربه جزاء اللي ضاعت. لكن ممكن تعاود تشوف هاد او نشوفوا اللقطه باقينا اللقطه ديال ضربه جزاء الاخيره. اللاعب المهاجم دخل في القنص ديال 16 متر و50. شوفوا اخر لقطه هذه حنان دغيا، ها هو هنا هنا كاينه العرقاله لانه دخل بالرجل ديالو المدافع ديال الا شفتي هنا ها هو هنا غادي يدخل بالرجل ديالو. لا هنا ضرب الحكم ضرب جزاء، ضرب على اعلن على ضرب جزاء لان المهاجم قاس الكره مشى ضربها وكاينه العرقاله هنا. شكرا هنا هو دخل سي مصطفى معزوز. نرجعوا للضيف ديالنا الكريم سي محمد الشوفاني، شنو هو المطلوب من الجامعه؟ صراحة الجامعه كنتمنوا باش اعاده نظر سيرتو في المديريه ديال التحكيم، لانه كنبغيو تجند، لانه الا بينا بداو التاهيل ديال نادي كره القدم انا كنشوف لانه الفراقي صراحه جميع الفرق 90% ديال الفراقي اللي كنشوفهم من مؤهلين لكره القدم من غدا يسمحنا الكيتشارج موجودين. وكنشوف البطوله ديالنا كهذا الموسم قويه، جميع الفرق انتدبت لاعبين في المستوى، وكنتمنى الجامعه باش اعاده النظر في التحكيم وتنهض بالتحكيم. دابا تاهلت التحكيم هو الاول، واش عندها الحكام الكافيين باش هما خصهم يتجندوا؟ تعرف هادشي عارف الواقع شغل الجامعه والعصاب، لانهم خصهم يتجندوا. حنا كفرق كيطلبوا منا منتوج، حتى حنا كنطلبوا حكام يكونوا في المستوى، الا بينا حنا منتوج كنطلبوا حكام يكونوا في المستوى باش يكون كرة القدم كيف بغيناها. شكرا سي محمد الشوفاني، وتنتمنوا حتى سعيد لكوكب مراكشي، انا مأكد ان كوكب مراكشي صاحبة من البطولة، وان شاء الله نتفرجوا فيه يوم السبت المقبل مساء ضد الوداد في قمة الدور 14. شكرا بزاف مصطفى معزوز، تكون هذه آخر حلقة لبرنامج مستودع للتحكيم لسنة 2009. تستمر أسئلة ويستمر النقاش ويستمر سوداء اللقاء.